بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الورقي. النهاردة حبايبي، الفيديو النهاردة مش هعمل فيه وصفات، مش هقدم حاجة. يعني الفيديو النهاردة هيكون مختلف شوية. الفيديو النهاردة هيكون هقدم فيه شكر للناس اللي ساعدتني ووقفت جنبي لحد ما وصلت اللي أنا حققت شروط اديسنس واستلمت الارباح. انا عامله المقطع ده دلوقتي بعد ما جيت من البنك. هتلاقوا فيه مقطعين كده في الفيديو، هنشوفهم دلوقتي مع بعض. بس التصوير ده كان في البنك. دلوقتي بقى انا عامله المقطع ده هوت، بقدم شكر كده للناس اللي هي ساعدتني، لان انا ما كنتش اعرف. يعني اول ما عملت القناة كنت عاملاها من 2015، فبصراحة انا ما كنتش عاملاها على اساس ان انا اخد منها ربح او فلوس او حاجة. انا كنت عاملة القناة يعني كهواية وحب في الحاجة اللي انا بنزلها بس كده. فقعدت من 2015، قعدت فيها كذا يعني كتير، فترة طويلة بعمل الفيديوهات اللي انا بقدمها يعني وبنزلها في القناة، لحد ما في ناس قالت لي لا، ده انت ممكن ان انت تسحبي فلوس يعني من القناة وكده اهوت، وتجيب لك فلوس يعني. فكنتش اعرف بصراحة، فاستغربت قلت لهم معقولة؟ فقالوا لي اه، ده في ناس بتسحب، في ناس بتاخد يعني فلوس من القناة، يعني من شغلها على القناة كده اهوت، فبياخدوا ربح يعني. فطبعا انا ما كنتش اعرف، فهم ساعدوني وازاي اعمل ايه وكده اهوت. فوقفوا جنبي يعني لحد ما الكلام ده هو. طبعا كان عدى بقى فترة من 2015، قعدت فترة انا لسه عاملة الموضوع دوت. القناة سجلت يعني بقالها زي سنة. طبعا لما القناة سجلت في حاجة كمان، يعني كانت القناة وصلت لمليون وشوية مشاهدة. فطبعا عشان ما كانتش متسجلة، فطبعا كل ده راح عليا. بدأت من سنة كده من جديد، حققت مشاهدات من جديد. كل دوت طبعا اتحسب بقى لما القناة سجلت، كل ده بدأ اللي هو يتحسب. فطبعا كان مجهود وتعب عليا جامد، اللي انا طبعا يعني ببدأ كده من جديد تاني علشان يعني عشان احقق الشروط وكده اهوت بتاعت اديسنس. فطبعا كان تعب عليا جامد، فبس اللي بيتعب فعلا ربنا بيكرمه. وطبعا انا بحمد ربنا وبشكره على نعمته، النعمة اللي ادهالي، والحمد لله والشكر لله طبعا. يعني بشكر ربنا وبحمده وعلى عطيته ليا. واعذروني اذا كنت يعني متلخبطه في الكلام، بس هي فعلا الفرحه مخلياني الواحد مش مصدق يعني لحد دلوقتي اللي انا يعني باخد فلوس كده يعني على شغلي في القناه، الحمد لله. وفي حاجه كمان برضو، طبعا انا مش هقدر ان انا احدد اسامي بالنسبة للناس اللي ساعدتني، لان اللي ساعدوني يعني مش واحد بس، لا، في ناس ساعدتني برضو تانية. فانا عشان بس ما منساش حد برضو وحد يزعل مني، فانا مش هقدر ان انا احدد الاسامي او اقول اسامي. بس هم اكيد لما يشوفوا الفيديو ده هوت النهارده، هم عارفين اللي انا بقدم لهم الشكر وبشكرهم جدا، وربنا يكرمهم يا رب زي ما وقفوا جنبي يعني. بس كده حبايبي. وفي حاجة كمان بقى احب اللي انا اقولها لكم برضو، اللي لسه بقى طبعا ربنا يكرم اللي لسه يعني ما كملوش الشروط وكده، ان شاء الله رب التوفيق يا رب، وربنا يكرمهم ويكملوه على خير وتوصلوا كده زي انا ما وصلت، وربنا يكرم الجميع يا رب. طبعا لما تكوني برضو بتقدمي حاجة وحباها وكده، فدي برضو بتديكي نتيجة كويسة برضو، اللي انت كل ما بتقدمي وكده هوت، كل ان شاء الله ما هتوصلي توصلي
للناس وكده هوت، وتكملي برضو شروط القناة بسرعة. أهم حاجة إن أنت تكوني حابة الحاجة اللي أنت بتنزليها. وبرضو حبايبي أقول لكم برضو على حاجة، أقول لكم برضو على حاجة كمان برضو حبايبي، بالنسبة بقى إزاي بقى هنحكي لكم برضو اللي حصل معايا النهاردة، لأن يعني أول مرة يعني أروح وكده هوت، وأشوف يعني اللي مطلوب مني إيه أو كده هوت. فأقول لكم برضو علشان اللي برضو يعني كمل شروط ادسنس وكده هوت وما عندوش فكره هيعمل ايه وكده يعني، فانا هنقول لكم النهارده على اللي حصل معايا برضه عشان تبقوا عارفين برضه. فهي من يوم 21 كده جاتني الرساله، يعني في شويه بيانات كده. المفروض البيانات ديت لما بتجيني من ادسنس بتيجي بقى بالربح بتاعي وكده يعني. فالمفروض اللي انت الرسالة ديت طبعا احنا صورناها على الموبايل وخدناها معانا، فطبعا احنا لما رحنا هناك انا واولادي يعني وبنتي وابني، ولما وصلنا البنك وكده فسألناهم لان كانت اول مرة بالنسبة لي، فقالوا لي طب فين الرسالة اللي جات يعني، فقلت لهم معايا على الموبايل. فبدأ اللي هو الموظف اللي هو أخدها وبص فيها وراح عطيني الاستمارة. الاستمارة ديت أنا بينتها في مقطع في الفيديو، فقال لي الاستمارة ديت هتمليها بالبيانات، طبعا في شوية حاجات هننقلها من الرسالة ديت، وفي برضو طبعا اسمي وعنواني وكده يعني، مع شوية بيانات اللي هي يعني هننقلها بقى ايه هتتنقل. بس كده بملى الاستمارة، وبعد كده بروح بقى على الموظف بسلم له الاستمارة بعد ما مليت البيانات. وبعد كده بقى ايه بيبدأ بقى يعني بتبقى في مثلا كان في ناس قبلية بيسحبوا حوالات وكده، فبدأ اللي هو خلى الاستمارة طبعا بالدور، فخدت دوري ولما بدأت بقى ايه جه دوري، فطلب مني بقى ايه الصورة اللي هي على الموبايل، طلب اللي هو عايز صورة ورقة يعني تتصور، فخدتها بنتي وصورتها وادت له الصورة. وبدأ بعد كده هو بقى سألني يعني عايزة الفلوس بالمصري ولا بالدولار، فانا اخترت بالدولار فاستلمتها، لان طبعا انا استلمتها كده هوت عشان كنت حابة ان انا اوريها لكم واوريكم اللي هو، لان انا كنت بشوف بصراحة قبل كده ما كنتش ببقى مصدقة يعني، فانا لما صدقت بصراحة اللي انا كده بشتغل في القناة ومن بيتي وكده واخد فلوس، فبصراحة كنت فرحانة جدا ومبسوطة، كنت مبسوطة جدا. فعشان كده انا حبيت ان انا اوري لكم الفلوس، بس مش كلها، انا ظهرت جزء منها اول مرة بس سحبتهم انا كده بالدولار، بعد كده بقى اسحبهم بقى ايه بالمصري عادي يعني. بس انا بس عشان اعمل الفيديو اوريكم بس الربح واوريكم يعني اللي انا الحمد لله يعني وصلت طبعا انتوا اللي شجعتوني ومتابعتكم ليا برضو، والناس برضو اللي هي برضو ساعدتني وكده، فانا بشكركم كلكم والحمد لله يعني الحمد لله على كرم ربنا عليا. ويلا بينا بقى مع بعض حبايبي عشان كده انا طولت عليكم، بس حبيت ان انا اقدم بس المقدمة دي في الاول عشان بس اعرفكم، بس هو المفروض ان انا اخد ربح من زمان من القناة، بس حبيت بس ان انا اوضح بس الحاجات بس اللي انا مريت بيها دي بس كده. يلا بينا مع بعض بقى نشوف الايه بقية الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي في قناة حنان الورقية.
النهارده حبايبي انا هقول لكم بس على حاجه، اللي انا دلوقتي اللي كملت الشروط بتاعت اديسنس، والنهارده انا في البنك بستلم الارباح، وحبيت ان انا اشارككم معايا النهارده في اليوم دهوت. بس كده انا كده خدت الاستماره انا، وكده هبدأ بقى اللي انا البيانات اللي انا خدتها من اللي هم بعت جاتني رساله يعني بيها، هبدأ بقى دلوقتي اللي انا املى الاستماره، وبعد كده اسلمها بقى في للموظف بتاع البنك، وبعد كده استلم بقى الايه الارباح بتاعتي. فانا حبيت اللي انا اشارككم معايا دلوقتي بقى، انا هبدأ اللي انا املى الاستماره، وبعد كده هنرجع ايه نرجع تاني كده حبايبي. انا كده بعد ما استلمت الارباح بتاعتي، ده جزء كده منها كده بقى، انا هروح بقى على البيت انا واولادي وكده. اتمنى الفيديو يعجبكم، وانا حبيت ان انا اشارككم معايا النهارده وافرحكم، يعني انا كده انا فرحانه جدا ومبسوطه ومتوتره جدا، لان دي اول فلوس ليا من شغلي في القناه، يعني مش متخيله فرحتي دلوقتي قد ايه. وبتمنى يا رب اللي لسه ما كملتش شروطها على اليوتيوب اللي هي تكملها وتوصل زي انا ما وصلت كده اهوت، واتمنى النجاح والتوفيق للجميع يا رب. كان معاكم حنان الوراقي ومنى وفتحي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.